أنا لازم أشوف يوك بأي طريقة. ليكو أنا بدي أحكي تليفون، ما تتحركوا لأرجع، انتبهوا على بعض. أخي موبايلي ضايع، فيني أحكي من عندك؟ تفضلي. شكرا. ماني متذكرة رقم يوك، شو كان؟ يلا لا تاكل هم سيد روناك، رح نلاقي هالبنت والولدين اللي معها كمان ورح نجيب لك ياهم. رجال روناك هون وهنن عم بيدوروا علينا، بس لا تخافوا أنا هون. إيه ما رح يشوفوكم. بترجاك ساعدني يا قدير. سيارة ماشي رقمها تابع لمومباي، أكيد هي رايحة لهنيك، لازم نتخبى فيها. ماشي ما بصير حدا يحس علينا لو شو ما صار. لو سمحت تفضل، أنا عم دور على بنت بيضة وعيونها كبيرة شوي. هذا الموقع اللي طلع معنا بس ما لقيته هون أبدا، لازم لاقيها مشان امنعها من تخريب حياة مرت أخي روبا. هاي الجوازة ما لازم تتم أبدا. معقولة هي تكون رجعت على مومباي؟ لازم أرجع أدور عليها هنيك. يا قدير لازم روح على مومباي بأي طريقة لأحكي مع يوك. رح تتزوجي مو هيك؟ أصحك تفكري بهالزواج حتى. إذا بدك مصاري أكتر بعطيكي، بس بتمنى تتركي هالزلمة بحاله بقى. ما كنت فهمانة عليه أبدا، كان معه حق يعصب ويكرهني، لازم ما أخلي هالكره والتعصيب يضل بيننا. We'll be right back.
عنا عمون بي، صرنا بأمان هلا. ارتاحوا شوي. كل شي منيح، ما تاكلوا هم. ايه رح جيب لكم شوية أكل. ايه ايه ماشي. شكلك مو آكل منيح أبدا. العصفور عم يتسلى والصياد عم يتقلى. شو واقفين عم تعملوا؟ كسروا لي هالباب بقى. يلا تحركوا. كأنه ما في حدا بالبيت. ما تروحوا تدوروا عليهم. يلا تحركوا، لا تضلكم واقفين. لك شو يعني ناطر اعطيك كرت الدعوة؟ جيبون. ما لقينا حدا. لك شو هالقصة رح يوقف عقلي؟ شو انشقت الارض وبلعتون؟ شو هالحظ هاد؟ يلا طول بالك شوي. انا برأيي لا توجع راسك ببنت مثل هي. انت بتقدر تلاقي مليون وحدة مثلها واحلى منها لسه. أنت كم أب عندك؟ ها؟ عم اسألك كم أب في عندك؟ بدي سؤال؟ كل العالم عندهم أب واحد وأنا مثل هالعالم هي. ولا تزيد معلوماتك. الإنسان عنده روح وحدة. تمام. ومجرد أنها تروح إيه؟ ما رح ترجع مرة تانية. فهمت؟ مستحيل ترجع. ما رح ترجع. ما رح ترجع. خلاص ولك. طلبت منك السماح. سكوت سكوت. وأنا نفس الشي، عندي روح واحدة، وإذا لسه بتغلط فرح تكون نهايتك على إيدي. عم تفهم؟ كهاني صارت ملكي أنا. لا، ما فيني أترك الأولاد هون ولا بقدر أروح على الشرطة. السيد يوغ هو الوحيد يلي بيقدر يساعدني. شو بدي أعمل؟ عدو ليكو، ضروري كتير إنه أروح هلا. بدي تضلوا قاعدين هون وما بتتحركوا لحتى أجي. لوين بدك تروحي؟ بدي حط حد لهالقصة، لوقف هالكذب وهالخيانة وحل سوء التفاهم. ديروا بالكن على بعض، أنا ما رح طول. لا تقلقوا علي أبداً. إيه؟ يوك؟ مخبي شي ما بدك يعني أعرفه؟ لما كانت كونجان عم تاخد رأيك بالذهب كان عقلك مو معك. لتكون مو مبسوط بهالجوازة ليك، فيك تقلي كل يلي بقلبك بدون ما تاكلهم. لا، ما في شي من هاد. أنا مبسوط بس مضغوط. تعرفي أنت كيف هو وضع الشغل. شو هذا يلي صار؟
كنت مع كهاني ليلة مبارح، كيف رجعت على البيت؟ كهاني وين صارت؟ لازم قابل السيد يوق بأسرع وقت. كهاني، بدك تعرف؟ ايه تعال لخبرك. كهاني قصة بالكتاب، روح جيب وقراها. ليك أنا ماني عم أمزح معك، لما الموضوع يكون بخص كهاني فمثل هيك موضوع ما في مزح بنوب. سامحني يا سيد يوك، ما قدرت أعرف حقيقة رونا. اجت أوامر من السيد روناك، أول ما تشوفوا الصبية امسكوها فورا. كيف رح أقدر فوت على البيت ورجع له على الباب؟ لازم لاقي طريقة ما خليهم يشوفوني. هاي لحظة شوي، وقفوا، فهموني مين انتو؟ الراقصات. راقصات، طيب ماشي، فوتوا. هاي انتي وقفي شوي، ليش لابسة غير رفقاتك؟ لأنه رأسي وطريقتي بتختلف عنهم كتير. يلا تركني فوت بسرعة، أحسن ما خبر الكل هلأ أنه حضرتك سبب تأخير الحفلة، عم تفهم؟ فوت ولا لا؟ فوتي، يلا فوتي، تفضلي شرفي. قليلي، خدعتني بما فيه الكفاية يا روناك، بكفي. أنا بدي خبر يوك بالحقيقة كلياتها. أنتي لوين رايحة؟ روناك اتركني، أنا عم قلك اتركني روناك، رح خبر يوك بالحقيقة. اترك إيدي بقى. مسكتها منيح وما رح افلتها، وعلى كلن اذا لفيت الدنيا كلها ما رح تلاقي حدا يحبك مثل ما بحبك انا. شو مشكلتك؟ يعني مو ضروري تكون كل العيال اللي بالبلد بتسمح بالزواج عن حب. صح، بس بشرط ما يكون عنده مرة وطفل، ما هيك؟ ايه خلصنا، بكفي، ليش عم تعقدي القصص؟ ما بعرف انتو البنات شو مشكلتكن، على طول بتضلوا تقولوا بدكن زوج وفي ومخلص لعيلته، لما يجي هذا الرجال الوفي لقدامكن ترفضوه وبكل بساطة. بدي خبر يوك بالحقيقة، اترك ايدي بقى، اتركها. اسمعيني منيح، لحد هاي اللحظة انتي ما شفتي مني غير حبي، جناني لسه ما شفتي. انت بتعرفي شو معنى الجنون؟ ها؟ الجنون يعني اني استميت لحتى انا احصل عليكي، عندي استعداد اتجاوز الكل. انا مو سهلة، اذا انفجرت راح دمرك، اذا لمستني مرة تانية راح اضربك كفي علم بوشك لاخر العمر، وخليك تندم على هالشي كل ما اطلعت بالمراية. لا أنت ولا أي قوة بالعالم رح تمنعني من أنه خبر السيد يوك بالحقيقة، مفهوم؟ هاي إجيت، حكيلي شو في عندك؟
بترجاك ما تاخذني على السجن يا عمو الشرطي، بترجاك ما تاخذني، لو سمحت تتركني اعيش حياتي. خلاص اسكتوا، نكفي حجبك. لك هدول الاثنين راني ولكي، بترجاك ما تاخذني يا عمو. راني ولكي كانوا هنيك، بس كيف كانوا؟ كان، بس انا خليت الرجال يروحوا يجيبوهن لعندي. وشوفت عينك. بس هذا اللي معنا من الشرطة لشو؟ ايه يا ست شامشاق، مشان الزواج لازم نعمل كل شي بنقدر عليه، ولهيك انا عم حاول اعمل كل جهدي. ولما اطلعت على وضعك لقيت في جريمة قتل مخباية مرتكبها اخوكي. تعرفي مين قتل؟ ها؟ جريمة قتل تاكور. إذا أنت بدك تنغزي لكي لازم تخبري يوك هالشي، إنك بتحبيني كتير وما فيك تتخلي عني. هذا اللي بدي أقوله، أنا بحب روناك وما رح أتخلى عنه. وإذا بشتغل رقاصة ليش حضرته دائماً بشكك بشخصيتي؟ هاي أول مرة بشوف فيها حدا غريب لهالدرجة، بحط حاله بهيك موقف. قديش طلعت غلطان، الرقاصة مستحيل إنها تتغير. خير، انتو شو عم تعملوا؟ يلا صار وقت الاكل. كهاني ما رح تروحي بلا اكل؟ ها لا اختي، اليوم عندي موعد ضروري. بس اليوم؟ لا، مرة تانية. بترجاك ما تاخذني على السجن يا عمو الشرطي، بترجاك ما تاخذني، لو سمحت تتركني اعيش حياتي. خلاص اسكتوا. عم تمد ايدك على اخوك الكبير؟ طلع فيني هون، أنا عم حاكيك جاوبني، ليش هيك ضربته؟ عم بسألك، يلا جاوب. ماما أنت ارجع لا تتدخل. لا تكبري القصة، غلطي كان بيتعلق بالشغل. دافع عنه. بالعكس ماما، أنا فعلا غلطت غلطة كبيرة، بس رح صلح كل شيء. انت ليش ساكت؟ يلا رد علي. انا من لما كنت صغار لهلا وانا عم بحلم امتى يجي هاد اليوم وافرح فيك، هيك بتعمل؟ بتجي هلا بتعمل لي هالمصيبه هي؟ مصيبه شو اللي عم تحكوا عنها؟ خير شو بكون؟ أختي الكبيرة؟ ما في شي، بس يوغ كان عم يقول إنه ما بده يأكل. أنت برأيك بيصير شاب اليوم عرسه يبقى هيك بلا أكل طول اليوم؟ لهيك خانقته، قنعي أنت. ما بصير هيك، عم تحكي مشانك، لا تزعلها، يلا روح كل.
أمرك. لاكي! وقفي عندك. شو لوين رايحة؟ بترجاك بالنهاية هدول أطفال وهنن ما دخلهم باللي عم يصير، اتركون يروحوا إذا بتريد اتركون. بنفسك مدام، ما رح ينفع تترجيني أبدا. شو دخلني بهالموضوع أنا؟ احكي هالحكي بالمحكمة. يعني هدول أولاد صغار وأبرياء ما عملوا شي، بترجاك تصدقني أنا عم أقول الحقيقة. بترجاك. انت اسكت. أختي بترجاكي بس طلعي لكي. أختي بدك تساعدي أخوكي؟ أحكي بلطافة شوي، هاي مرة؟ آسف ما فيني ساعدك، بس إذا بدك فيني ساعده إله طبعاً، إذا قبلتي يصير أخو مرتي. المراسم منكملها وبعدها بتصيري مرتي. شفت بعينك؟ هو عم يبتزني قدامك بكل وقاحة، ليش ما عم تحاكي شي؟ أنت مجنونة، ما رح يقول شي. يمكن ما بتعرفي كيف الأمور ماشي. أنا كل شهر بعطيه هدايا باسم ابنه، لهيك هو مضطر يسكر تمه وما يجيب سيرة. هو مضطر يسكر تمه. في شغلة نسيت قلك ياها، أخوك هو اللي قتل تاكور. اسمعني، لكي ما عمل شي أبدا، لهيك يا ريت تتركه بحاله. هي هي الحقيقة، لو سمحت أنت قله لحتى يترك لكي إذا بتريد. يلا مدام طلعي لبرا. اسمعني شوي، اتركه بترجاك لكي. لو سمحت تتركه. ولا كلمة. اوكي ايدي عمل لك. امشي لك. لوين اخذك؟ وين امشي؟ لوين اخذه؟ عمل لك ولد صغير ما عمل شيء لكي. لك اتركني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.